العملية الأولى انطلقت ما لي تقريبا 4 أشهر، وهذه العملية الثانية اللي تم فيها اقتناء 10 شاحنات لرفع القمامة العمومية لفائدة 10 بلديات، وهذه البلديات هي بأمس الحاجة لهذه الشاحنات، بالإضافة إلى 3 سيارات إسعاف والتي يعني وضعت تحت تصرف البلديات، وهذا في إطار تحسين الخدمة العمومية. كما أن هناك عمليات تجهيز واقتناء للشاحنات ولسيارات إسعاف مستقبلا، وهذا تدعيما لحظيرة البلديات.